لمزيد من المتابعة وتسليط الضوء على أهمية مراكز خدمات المستثمرين التي تم افتتاحها اليوم، ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار. أهلا بك دكتور مصطفى. وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. مراكز جديدة تفتح في 6 أكتوبر في محافظة الدقهلية، مركز جمصة بمحافظة القاهرة. أهمية هذه المراكز لخدمات المستثمرين في تحسين البيئة الاستثمارية في مصر. شوف حضرتك، الحمد لله ده يعني نقطة وتحول مهم جدا على خريطة الاستثمار. عملية التيسيرات والإجراءات حضرتك أكيد وكل مشاهدينك الكرام يعلموا كانت معقدة جدا وكانت بيقراطية فوق الخيال زي ما حضرتك وكل مشاهدينك شافوا النهاردة، وكانت الناس بتاخد 8 أفراد بس في الخزينة وما شبه لذلك، تعقيدات أو أعتقد يعني كان تكاسل كبير جدا. ولكن في العهد الجديد اللي احنا شايفينه ابتدت بقى فيه أبرز الحاجات والملامح الهامة جدا كانت بالنسبة لنا يعني في الصناعة أو في فكرة الاستثمار. أولا كان لازم يكون في بيئة تشريعية يعني هامة ميسرة. طبعا صاغة القوانين زي قانون الاستثمار الجديد والليحة قانون سوق المال، وطبعا وضع فيه كثير من الإجراءات لكل المستثمرين. الأمر الثاني أن يكون فيه مراكز، وطبعا زي ما الدكتورة سحر النهاردة قالت أن الثلاث مراكز دول هم البداية، في 3 مراكز ممكن يكونوا تانيين خلال الفترة القادمة. في المنيا قريبا هيكون في افتتاح لمركز في المنيا. طبعا عشان قانون الاستثمار الجديد يكون فعال لازم يكون فيه قرب الصعيد اللي هو بنستهدف له ان يكون اللي هو يعني نور خلال الفترة القادمة على طريقه للاستثمار. اعتقد تحقيق وتطوير عملية المناخ الاستثماري كان لازم يكون في خريطة واضحة يقدر يخش عليها المستثمر النهاردة، يعرف الاماكن اللي هي قادر على الاستثمار فيها، سواء بقى في ناحية صناعية او تجارية او خدمية او تعليمية او ما شابه لذلك. صدقني النهاردة فعلا في تطور ويعني صحيح. طب حتى نقرب الصورة دكتور مصطفى، يعني وظيفة هذه المراكز، مراكز خدمات المستثمرين، يعني ما الخدمات أو الخدمات التي تقدمها للمستثمر؟ دكتورة سحر نصر قالت أنها سوف تصاحب المستثمر من يعني مرحلة التأسيس إلى المراحل اللاحقة في كل مشروع، إذا حتى أراد المستثمر أن يتوسع. تحديدا ما هي طبيعة الوظائف التي سوف يقدمها مركز خدمة المستثمر؟ مركز خدمة المستثمر، وطبعا حضرتك وكل مشاهدينك يعلموا ان اي تأسيس شركة لازم كان يمر على حوالي مش اقل من 30 اجراء او صحيح. زي ما كانوا بيسموا 30 طلب لعملية اخذ رخصة التصنيع او رخصة التشغيل او ما شبه لذلك. ولكن النهاردة انت بتكون في مكان واحد خلال على الاقل 10 ساعات ده على الاقل، ان انت بتشوف النهاردة رخصة التشغيل في ايدك، سواء السجل التجاري، البطاقة الضريبية، فتح الحساب في البنوك. حضرتك تعلم ان كان من 5 سنين فتح الحساب في البنوك كان بيقعد بالاسبوع. صحيح. يعني عشان تخش انت كفرد كده تقعد تخش تقول لهم يا جماعة انا هفتح حساب النهاردة، لا ما كانتش العملية. النهاردة وانت واقف في مكان واحد بيتفتح لك هذه الإجراءات كلها أو بتيسر لك هذه الإجراءات، وخلي بال حضرتك ده مش للمستثمر المصري أو للمستثمر الأجنبي بس، ده لأي واحد يقدر النهاردة يخش عايز يأسس شركة. النقطة الثانية اللي بتهمني زي ما الدكتورة سحر نصر والدكتور عرفان، ودي نقطة هامة، ليس للمستثمر الصغير ولا الكبير، ده لكل المستثمرين على سواء. صحيح دكتور مصطفى، يعني عودة إلى كلمة الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أشار إلى أن هذه المراكز سوف تكافح الفساد أو سوف تحارب أو تقلل من نسبة الفساد بشكل كبير، وتضع مصر أيضا في المراتب أو التصنيفات العالمية. إلى أي مدى فتح هذه المراكز يمكن أن يغلق على الجانب الآخر أبواب للفساد الإداري؟ أنا أحيي حضرتك، السؤال ده هام جدا، لأن أنت تعلم جيدا كلما اختزلنا عملية الإجراءات والروتين بأن احنا بنضعها على برامج وآليات أو إحداثيات جديدة على الإنترنت أو ما شابه لذلك. النهاردة في خبر هام جدا أن حتى تقارير اللي هي الموازنة وما شابه يعني الميزانيات ووضعها للمصالح الضريبية عن طريق الإنترنت، ده تيسيرات لكل مستثمر. وطبعا فصل الخدمة ما بين يعني متلقي الخدمة يعني ومستخدمها، أعتقد ده أمر هام جدا بتمحو عملية الفساد والبيقراطية اللي هي بتزيدنا من مؤشرات التنافسية والتوسع. نحن أقول لك على نقطة هامة جدا وأكيد أنت كنت هتذكرها، الخبر الهام اللي هو بقالنا 3 أيام فيه بيتحدثوا عنه كل المصريين سواء في الداخل والخارج، الغاز بتاع مصر، الغاز اللي احنا بنستورده من بره.
سمعت حضرتك كلام النهارده، التصريحات كانت واضحه وحاسمه ويعني كشفت امور يعني كثير. مفيش لا خلاف على هذا. يا جماعه لو سمحتوا، من الناس بتعرف الغاز صناعه ثقيله بتجر وراها عدد من الصناعات الاخرى التاليه. اولا صناعه البتروكيماويات اللي هي بتقوم عليها صناعه الزراعه، بتقوم عليها صناعه كمان النهارده الغاز لصناعه المحركات والنقل. الامور هامه جدا. في هذا الاطار دكتور مصطفى، الرئيس وجه رسائل واضحه وكاشفه لموضوع الغاز او العقد الذي يعني من المتوقع ان يوقع ما بين الشركه خاصه مصريه وشركه اسرائيليه لاستيراد الغاز. يعني كان في معلومات واضحه اكد عليها سياده الرئيس ان مصر يعني في طريقها لكي تكون مركزا اقليميا للطاقه، وتحدث انه كان هناك ثلاث خيارات، اما أن تكون هناك دولة تقوم بهذا الأمر، دولة إقليمية، والحديث عن تركيا، أو أن الدول نفسها التي تنتج هذا الغاز تقوم بالعمليات الخاصة بتصديره، أو مصر. إلى أي مدى هذه الرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر في طريقها الآن للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط هي رسالة واضحة وكشفت عن جوانب خاصة بما تم تداوله خلال اليومين الماضيين؟ شوف حضرتك، مصر خططت منذ 4 سنوات ان هي يكون عندها عدد من المراكز الإقليمية تكون تخدم الشرق الأوسط ككل ومنطقة أوروبا. أولا منها الطاقة، وحضرتك تعلم جيدا ان في السيد الرئيس كان بيقابل بالأمس أو أول أمس رئيس أكبر شركة كهرباء في العالم، شركة سيمنز. وطبعا وضعنا على أول الخريط، الدولة المصرية وضعت نفسها على أول الطريق لتصدير الطاقة الكهربائية للخارج. نمرة 2، وده كان حلم بالنسبة لنا، عارف حضرتك حلم يعني إيه؟ حلم بعيد المنال، إن إحنا نكون مركز ثقل في الشرق الأوسط لتسييل الغاز. صناعة الغاز يا فندم صناعة مكلفة جدا كإنتاجها، يعني كاستخراج، ده استخراج بيتكلف مليارات الدولارات. فأنت النهاردة تعيد، خلي بالك، نقطة التشغيل مرة تانية وتعيد دوران رأس المال أو تسترد جزء من رأس مالك عن طريق استغلال المصانع الخاصه بيك، اعتقد امر هام جدا لازم الناس تعيه. بدل ما كانت التكلفه بتتحملها المصنع العام للدوله وبيتحملها المواطن، صحيح، احنا النهارده بنشغل مصانعنا للتجاره العالميه بسرعه كده يا فندم، عشان تبقى حضرتك عارف وكل مشاهدينك الكرام، احنا بنتعامل في اسواق المال في العالم واسواق البترول في العالم. لا تعرف من تشتري منه اذا كان امريكي او اسرائيلي او ايا كانت جنسيته، او حتى ان كان عربيا. ونحن الاخرين هم بيتعاملوا معنا نفس الحال. اسواق العالم لما بتتعامل مع حد بتشتري منه غاز او بترول لا تعرف جنسيته، ولكن تعرف السعر والتكلفه الخاصه صحيح وكيفيه استغلالها للاستغلال، خصوصا ان احنا عندنا قانون تنظيم الغاز الاخير بيفتح المجال للشركات الخاصه او السوق الحر لاستيراد الغاز. الرئيس استخدم تعبير وقال احنا جبنا جون، يعني واستخدمها حتى مرتين في الحديث عن هذه النقطة، وقال انه مفيش يعني شركات خاصة بتخسر. فشفت التعبير ده ازاي يا فندم، ان احنا جبنا جون في مجال الغاز او وصلنا الى يعني تيسيرات خاصة تمنح مصر يعني دور اكثر لها في المنطقة كمركز اقليمي للطاقة؟ اسمح لي اقول لحضرتك، كل من متابع الشأن السياسي له امر هام جدا، كيفية المنازعة في البحر المتوسط وكيفية دخول تركيا على الخط، يعني زي ما بيقولوا كده عفوا، استخدام البلطجة الدولية في استحواذ على بعض من المناطق للتنقيب وليس لها فرض السيطرة عليها الا بالقوة، وطبعا النزاع القائم ما بينها وما بين قبرص، وطبعا بتدخل ما بيننا وما بين صحيح ما بين العديد من الدول. علشان كده لما تكون احنا النهارده المسيطرين والمستحوذين، هذا الاكسبريشن او التعبير اللي استخدمه السيد الرئيس ان احنا جبنا جون، صحيح، احنا فعلا جبنا جون اقتصادي وسياسي، صحيح، هام جدا امام دول العالم. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدره، استاذ التمويل والاستثمار فيما يتعلق بموضوع الغاز.